والله خسرت الباقة، تقعد تتابع روتين ويوميات حمدي وحنان ووفاء وعباس. خلص الباقة في حاجة مفيدة، حد مهم، حد مهم، شوف يوميات اسلام صالح بتاع المصالح. تابعوني انا بس. انا 5 ايام جايين يا جماعة. الروتين بتاعي كالاتي: قاعد بفرج على التلفزيون، هسيب التلفزيون واقوم، معلش يعني. الله الاستاذ لما بيقوم اوبا القميص الهواي حكاية. هبص على البول، حياة الاغنية احنا بول كويس، لو كويس هنزل، مش كويس مش هنزل. بص يا بدر، بصيت على الشوي، الشوي حكاية. لا يعني والنبي ورك ورك بس، هيبعتوا لك يا فندم، اتفضل ورينا حياة الاغنية. لو البول مش حلو ايه يعني بقى؟ اعمل ايه؟ ايه الاوبشن؟ هطلع في التراس بتاعي. فين؟ التراس. اتفضل يا فندم. التراس ماشي. هجهز الجاكوزي بتاعي. انت عندك جاكوزي؟ بص بتدوس هنا. لا سمعهم الصوت، تسمع الصوت يا باشا، هو عطلان ولا ايه؟ بيفتح ويشتغل. ماشي. ده انت منك للهيلهوبا بره. بقى الجاكوزي يا بختك. بقى اشوف البيتش بيقول حياة ايه؟ الاشقية. والله العظيم نفسي ابقى ربعك. الله الله. لا شوف المشية، شوف المشية. ثانية واحدة معلش، لما نجيب كده يعني كل ده تبعك؟ ده يا باشا تبع الدورين دوبلكس. انت ايه، انت من ايام مبارك ولا ايه؟ انت اللي خدوها ولعة؟ وده ده البيتش بتاعك. ده البيتش بتاعك. شوف والنبي يا احمد، سخن اليخت عشان انا ناسي. صح. زودوا سولار يعني. زودوا مع اليخت، معلش اوريهم اليخت بتاعي اللي راكن. بص ده في بند طلع يخت. يا احمد انت راكنه صف تاني، المرور جاي. انا فاكرك كنت بتأجر ابو بدال زمان. ماشي. لا لا الله ما هقعد هنا يا دل. دي يومياتي، 5 ايام الجايين تابعوا بقى يوميات اسلام صالح بتاع المصالح.